اهلا اهلا، ازيكم؟ دايما يعني بتكونوا وحشيني قوي والله بعد كل ويك اند كده. ان شاء الله كده تكونوا كويسين ومقضيين كده ويك اند لسه، يعني احنا النهارده السبت كده اجازه كده، انتوا قاعدين في البيت، فان شاء الله كده يكون يومين اجازه حلوين كده متجمعين مع كل حبايبكم. النهارده الحلقه النهارده حلوه قوي، حلقه كده حلقه بريحه البحر، شويه جمبري شويه جندفل كده هناك متفتحين في الميه. النهارده هنعمل مع بعض حلقه لذيذه قوي. هنعمل ايه بقى؟ عارفين فطيره الراعي؟ صينيه كده بتكون عباره عن طبقه بطاطس بيوريه وبتكون تحتها خلطه كده من اللحمه المفرومه، عملناها زمان، اكله من الاكلات اللذيذه قوي. النهارده هنعملها لكن بطريقه مختلفه بقى، جديده ما شفتوهاش قبل كده، عشان احنا اول مره نعملها. فطيره الراعي بحشوه الجمبري، شويه جمبري بقى كده، هنعمل لهم خلطه قمه الحلاوه واللذاذه، هتبقى اكله كده اصحاب المزاج. جندفلي، على قد ما الجندفلي بسيط بس على قد كده ان هو يهمنا فيه شويه حاجات لازم نتكلم عليهم، مش قصه ان انا اجيب جندفلي ويتشطف شطفتين تحت الميه ونشتغل فيهم، لا، الجندفلي ليه طقوس معينه ومهمه جدا، اهم من طريقه عمايله. طريقه عمايله دي ما فيهاش اي حاجه ولا تهمني في اي حاجه، بس اللي هيهمني في الجندفلي ازاي نتعامل معاه قبل ما نشتغل فيه. سلطه مكرونه بارده، تعالوا لي كده، شايفين الالوان النهارده لذيذه قوي. سلطه مكرونه كده جميله جدا بتتقدم كده ساقعه معانا، لذيذه. كل الاكلات النهارده لايقه قوي على جو المصايف وجو الحر. هنحلي بايه بقى؟ عارفين انتوا بتاع ده كده ترند ظاهر، انتوا انا بموت في الترندات، انتوا عارفين علاقتي بالترندات عامله ازاي. وصفة لذيذة قوي كده هنعملها إن شاء الله في آخر الحلقة، بتكون عبارة عن إيه؟ شوية كده ميكس فاكهة على صودا على شوية عصير عندك، أي حاجة كده لذيذة كده في إطار الفاكهة. في الله، شايفين الألوان كده والحركات جميلة قوي. آخر وصفة النهاردة معانا هتكون لذيذة جدا جدا جدا، حاجة كده فاكهة على صودا على عصير على أي حاجة لذيذة موجودة عندك، وهنقدمها كده بطريقة لذيذة النهاردة. زي ما قلت لكم حلقتنا إن شاء الله هتعجبكم. خلوني قبل ما أبدأ أقول لكم على الرقم بتاع 02-383-5227، ولو رقم دولي هنزود قبل الرقم ده 00202 وبعد كده الرقم. تعالوا بينا نبدأ في أول وصفة معانا، هتكون إيه بقى؟ فطيرة الراعي بالجمبري. هننزل بالمقادير بتاعتها، عندي كيلو من البطاطس المسلوقة والمهروسة، نص كوباية من الشبت المفروم، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، مكعبين زبدة، ربع كوباية من اللبن، معلقة كبيرة من بهارات السمك، معلقة كبيرة من البابريكا. الحشوة جمبري، أي كمية بقى، نص كيلو كيلو براحتك خالص، أنا مستخدمة كيلو جمبري وكوبايتين فلفل ألوان، معلقة صغيرة من البصل البودرة، معلقة صغيرة من الكمون، شوية ملح وفلفل أسود وبس. أول حاجة حطيت كده الطاسة على النار، هعمل إيه بقى؟ هحط فيها شوية كده من الزيت، تمام؟ الجمبري يا جماعة ما بتحتاج، مش بيحتاج على فكرة توابل كتير ولا بهارات كتير، واخد كده شوية من اللحمة، يعني من حيث ايه؟ من حيث ان هو ما مش بنكتر له قوي توابل وحركات كتير، لانه هو اصلا طعمه حلو. ده انت لو جبتي الجمبري وحطيتي عليه شوية ملح وفلفل اسود وعلى النار هيبقى حلو، ففي حاجات كده بنكون مش عايزين نضيع الطعم بتاعها، تمام؟ طيب نعمل ايه بقى؟ خلوني كده قبل ما نبدا كده افكركم تاني بالرقم 02-383-5227، ويلا بينا. معانا مين؟ ايمان. ايمان، ايمان، الو، ازيك يا ايمان؟ ايمان ازيك؟ مساء الخير. مساء الفل يا ايمان، عامله ايه؟ الحمد لله، انت ازي حضرتك؟ انا كويسه الحمد لله يا ايمان، والله دايما يا رب كويسه، وانت انسانه جميله وبسوطه، واحنا كلنا بنحبك خالص على فكره. والله كلك ذوق، والله كتر خيرك يا ايمان، والله يا رب انت اللي كلك ذوق، وبنستفيد من وصفاتك اتفضلي. ربنا يخليكي، انا حسيت اني مش هتكلمك. اه طبعا، اه اتفضلي اهي مع حضرتك. ماشي. الله، اهلا اهلا، اسمك ايه؟ اتكلمي يلا اتكلمي، اسمك ايه؟ طيب معلش ارجعي كلمينا تاني، شكرا يا مدام ايمان لمكالمتك جدا. بصوا يا جماعه، انا مسخنه الطاسه، الجمبري اول ما بيشم النار بيبدا ان هو لونه، بصوا بيكون برتقاني كده شويه، هنسيبه لغايه ما كل اللون ده يتغير معانا،
تمام اهو بالشكل ده، مش هضيف انا عليه اي حاجه دلوقتي خالص. طيب تعالوا بينا نعمل حشوه البطاطس اللي هنحطها كده على طبقه الجمبري، علشان برضو اللي مش عارف فطيره الراعي، احنا زي ما قلت لكم عملناها كده مع بعض قبل كده، بتكون عباره عن، احنا عايزين يا حبايبي جلوفز ولا بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن طبقه بطاطس بيوريه، وتحتها طبقه كده بتكون لذيذه قوي من اللحمه المفرومه، بتبقى متسبكه فيها شويه صوصات كده، هي دي فطيره الراعي، عشان بس اللي مش عارف فين يا حبايبي. بسم الله. لا والله يا جماعه ما فيش. لا طيب، فطيره الراعي زي ما قلت لكم طبقه بطاطس تحتها لحمه مفرومه، ده المتعارف عليها على فكره. الجديد اللي احنا نعمله مع بعض النهارده، انا عندي ايه؟ عندي بطاطس بيوريه هنزل كده بيها بالشكل ده. طيب انا بقى لما جيت افكر في الاكله دي، قلت ان انا عايزه انكه البطاطس البيوريه بحاجه كده تبقى واخده ريحه السمك، ما احنا هنعملها بالجمبري، فانا قلت ايه؟ اول حاجه هتديني ريحه السمك والطعم الحلو الشبت، بشوف ان الشبت ده بيليق قوي مع السمك، هحط شويه شبت، وكمان حبيت ان انا استخدم بهارات سمك بنشتريها من عند العطار او من السوبر ماركت، هنزل بمعلقه كبيره او معلقتين حسب الكميه بتاعتك، شويه بابريكا و توم، ممكن ان انت تستخدمي شويه كمون وشويه كزبره، بس انا ما استخدمتش هنا ليه كمون وكزبره؟ لان انا اصلا حاطه بهارات سمك، فبهارات السمك دي بتبقى لما لي كل التوابل، مش عايزه ان انا ابالغ قوي في التوابل اللي انا بحطها، تمام؟ هحط شويه ملح، ما نكترش الملح علشان بهارات السمك بتكون مملحه، فناخد بالنا من الملح اللي احنا بنحطه. ايه تاني؟ الزبده. الزبده بقى ايه يعني، لو تبقى كده دايبه كده هيبقى الموضوع حلو معانا. الله على ريحه الجمبري. نانسي، يا نانسي، ازيك يا نانسي؟ نانسي يا نانسي، راحت فين نانسي حبايبي؟ طب يا نانسي رجعي كلمينا تاني يا نانسي. طيب احنا عايزين الجلافزات بقى عشان ايه؟ طيب انا الجمبري اول ما يبدا ان هو يغير اللون بتاعه، جماعه بلاش قصه ان الجمبري تحطوا له ميه، دي الله يخليكم، هو كده كده هينزل شويه سوائل على فكره، تمام؟ هروح كده ماشي للجمبري اهو، بدا ان هو يغير اللون بتاعه، بصوا هنزل بالفلفل الالوان، بصوا شايفين الميه اللي نزلها اهي، بينزل شويه ميه كده، هو كمان كان فيه قطعه تلج، فايه ده مساعد كمان، شويه ثوم، شويه كمون، وده ايه؟ ده ثوم بودره. ايوه هو بس السوائل على فكره، عشان برضو كويس ان انتوا قلتوا لي برضو، هو الجمبري ما بينزلش كم الميه الرهيب ده، بس هو ليه مأفور في الميه؟ علشان كان فيه قطعه تلج كده متلج شويه، فهي ساحت في الجمبري، فعادي انا كل ده مش هيشغلني خالص. هنزل بشويه ثوم، شويه كمون، ومش هكتر قوي، الجمبري ما بيحبش التوابل الكتير، بلاش نضيع طعمه، وشويه توم بودره، وممكن تحطوا بصل بودره برضو يا شيماء. ما اتحط يا شيماء. الو ازيك؟ عامله ايه؟ انا الحمد لله يا شوشو، انت اخبارك ايه؟ تمام والله، انا بحب حضرتك قوي 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 والله، يعني انت جميله وكلك ذوق والله بجد. ربنا يخليك. الله يخليك. انا بس متصل عشان اسلم على حضرتك يا حبيبتي. والله شكرا يا شيماء، شكرا يا شيماء، كتر خيرك، كلك ذوق، تسلمي. انا دلوقتي حطيت على الجمبري ايه بقى؟ حطيت عليه شويه فلفل الوان، عندك بصل ماشي قشطه، مش هيقول لا، شويه كمون، ثوم فريش ماشي، مش حبه ثوم فريش، ممكن تحط شويه ثوم بودره عادي، وحطيت كمان شويه بصل بودره، شويه كمون، ما حطيتش بهارات سمك، بهارات السمك بتكون بهاراتها عاليه شويه، مش عايزه خالص الطعم يضغي على الجمبري. بصوا شرب على طول، الميه نشفت على طول اهو. الجمبري من الحاجات اللي كل ما يتعرض للنار كل ما ايه اللي بيحصل له بقى؟ يعني عامل زي الكبده بالظبط، بيشد زي، ممكن نرص الصينيه، ايه رايكم؟ انتوا ما شفتوش بقى رص الصينيه بقى قد ايه جميل بقى.
بصوا يا جماعه البطاطس انا عايزاها نعنع معايا كده، ممكن كمان ان انتوا تخلطوها بايديكوا عاديه، بس هي علشان سخنه معايا. نعم اه طبعا طبعا. الله يا جماعه طعم البطاطس حلو قوي قوي، والشبت مدي بصراحه يعني شغل حلو قوي. نعم الله هنا ايه بقى، في حاجه كده جميله برضو، ممكن انا جريت، انا كنت هيك جريت هنا. هقول لكم بس على فكره حلوه قوي، احنا في اخر الحلقه كده نعمل شويه سلطه. بصوا انا هعمل ايه، هاخد كده شويه جمبري، انا مش هاخد كتير، انا مش هاخد، بصوا انا هعدهم. هعد كده شويه جمبري اهو، هنحطهم كده على وش ال على وش السلطه. ماشي شويه ملح، انا كنت انسى احط ملح على فكره، ما حطيتش اعتقد صح، هالي ما حطيتش. بس كده خلاص، يلا بينا الجمبري كده خلاص مش محتاج حوارات كتير، وهنزل بالجمبري. الله هنزل بالجمبري كده، وهعمل ايه بقى، هسويه كده بالشكل ده. طيب هجيب جلوفز، ممكن قوي ان انتوا حشوه البطاطس دي علشان تسهل معاكم الدنيا كده والموضوع، تحطوها في كيس تزيين الاكياس البلاستيك، وتروحوا عاملين ايه، تحطوها كده فوق الجمبري، يبقى إيه يقعدش بقى يتحرك معاكم بقى، يروح بقى الجمبري يجري من هنا ويروح هنا ويتحرك، يبقى يعني ايه، بيبقى الموضوع مش صعب يعني، بس هيغلبكم شويه. مش حلوه، لا مش حلوه. ممكن على فكره تبلوا ايديكم كده بشويه زيت هيساعدكم برضو. نعم يا حبايبي اه ماشي كده اهو، تاني احنا برضو عاملين كده حركه برضو ايه، ان انا مبينه كده الجمبري بقى، ما احنا بقى مش مكلفه وعامله الجمبري عشان يتغطى، لا مين ده، نبين كده برضو حركات كده من على الجنب اهو كده بالشكل، مش عايزه اكتر من كده. دايما فطيره الراعي كده بيعملوا فيها حركه، على فكره فطيره الراعي دي اكله من الاكلات اللي يعني هي عالميه، يعني ايه عالميه، اللي هي بتتعمل اصلا في كل الدول على فكره، بتعمل في بلاد حتى في البلاد الاجنبيه، فهي ايه مش حاجه اختراع خالص يعني. دايما المتعارف كده على فطيره الراعي ان هم بيروحوا عاملين ايه بقى على الوش، جايبين شوكه اهو كده، بصوا بقى الخطوط دي، ويفضلوا كده يعملوا خطوط، هي دي كده الشكل المتعارف عليه فطيرة الراعي بالشكل ده، ريحتها حلوة حلاوة، تدخل الفرن بقى تاخد لي وش، انا عندي كل حاجة مستوية على فكرة اهي، تاخد لي كده وش وخلاص، ما تاخدش 10 دقايق، طولش قوي برضو في النار في الفرن قصدي، وخلاص على كده. حاضر كده اهو، ايه رأيكم بقى هدخلها الفرن كده دلوقتي، بصوا لي كده فرن سخن 180 200 مش هتفرق، يلا بينا بسم الله، هندخلها فرن سخن 10 دقايق، وايه رايكم بقى نروح لفاصل قد كده، هرجع لكم تاني استنوني يلا. رجعت لكم بعد الفاصل، انا عايزه اقول لكم والله يعني رحت كده ايه قريب من الفرن كده علشان اشوف بس الصينيه شكلها ايه، ريحه الفطيره الراعي جميله جمال، حلوه حلاوه، اعملوها بجد هتعجبكم قوي. جندوفلي، الجندوفلي انا هقول المقادير بتاعته، بس انا زي ما قلت لكم في اول الحلقه يهمني طريقه تنظيفه وطريقه شطفه، دي عندي بالدنيا بقى كلها، يعني اللي هو ايه مش هاممني خالص المقادير اللي حوالين الجندوفلي، معنيها جامده جامده، انا بعمل طبق جندوفلي جامد. هننزل بالمقادير بتاعته ونتكلم عليه شويه. الجندوفلي بالخلطه،
عندي نص كيلو من الجندفلي، حبه واحده من الفلفل الحار، نص كوبايه من الكزبره، معلقه كبيره من الثوم، معلقه كبيره نص كوبايه من الكزبره احنا قلنا، معلقه كبيره من الثوم جزر مبشوره وعصير ليمونه، ومعلقتين كبار من الخل الابيض، زبده، معلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه كبيره من الكمون، وشويه ملح وشويه فلفل اسود. يعني هي كده كله على بعضه التوابل، هي شويه كزبره شويه كمون وملح وفلفل، ده الاساس. طبعا الحركات بقى اللي هنعملها بقى، جزرايه ماشي، ثوم مفروم ماشي، شويه عصير ليمون، معلقتين من الخل الابيض، تمام. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا حاطه الطاسه سخنه بتولع على النار، هقول لكم ليه برضو، هقول لكم ليه. سؤال حلو قوي، سؤال حلو قوي هجاوب عليه واحنا بنتكلم على الجندوفلي. بصوا بقى، لا سؤال حلو قوي، انا عايزه برضه اجاوب على السؤال ده، ان هما بيقولوا لي الجندوفلي بنشتريه مقفول ولا مفتوح؟ هقول لكم، الطاسه سخنه، الجندوفلي ده تتعاملي يعني الطاسه بس، هي عشان سخنه قوي بزياده وانا هنزل بالزبده عشان ما تتحرقش معايا، بس ايه، احط كده شويه زيت وهنزل بشويه كده ايه زبده، مكعبين حلوين من الزبده. يا اسراء، اسراء الو، ازيك يا اسراء؟ ازيك السلام، عامله ايه؟ الحمد لله. والله انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله، والله انا في نعمه الحمد لله. الله بحبك قوي، بحب كل حلقاتك حبيبتي وكل وصفاتك، انت جميله وانا بحبك قوي يا اسراء. شكرا يا اسراء. والله مش عايزه اسالك على طريقه السمك السنجاري والايه، عايزه اسال على طريقه السمك السنجاري هنعمله ايه تاني، عايزه ايه تاني؟ وانا مش هعمل تلطايه لابني عيد ميلاده. كل سنه وهو طيب. حاضر، كل سنه وهو طيب يا اسراء. حاضر، التورتايه دي نبقى نعملها مع بعض، يعني ان انا اقول لك عليها هيبقى صعب شويه. احنا عملنا من الاسبوع اللي فات كيكه التريليتش، عملنا كيكه اسفنجيه، الكيكه دي ممكن ان انت تعملي الكيكه الاسفنجيه دي وتقسميها وتحطي كده ما بينها كريمه وعليها صوص الشوكولاته اللي احنا برضو عملناه الاسبوع اللي فات. الصوص الصوص يا جماعه حلو قوي. يا لهوي قرن الشطه لما نزل على النار، انا اسفه، قرن الشطه كده بقى ايه يعني. طيب انا حطيت الجزر، احط الثوم. شوية كمون، شوية كزبرة، وهقلب بالشكل ده. طيب تعالوا لي بقى على الجندوفلي. الجندوفلي بصوا بقى، بصوا لي كده، هو مفروض ان هو مغسول على فكرة كويس جدا، وانا كمان كنت واقفة جنب الشيفات وهم بيغسلوه. بصوا يا جماعة، حطيت عليه حطيت عليه معلقة من الملح قبل الهوا، مش عارفة هينفع تشوفه ولا لا، في على وش الميه رمل، شايفين الرمل؟ مع انه مشطوف مليون مره، مشطوف بتاع 25 مره مثلا. بصوا، مش عارفه، هو طبعا صعب انه يبان كده. طيب كده العكس مثلا، مش باين برضو، هو صعب ان هو يبان، باين؟ شايفين شوائب جماعه؟ شايفين الشوائب؟ طب بصوا كده، الله، بصوا بصوا، شايفين قاع البوله؟ بصوا 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 الحركه دي. ايوه، الميه هي كانت على فكره شفافه جدا وصافيه وزي الفل، فانا رحت قبل الهوا عملت ايه؟ حطيت معلقه من الملح. هقول لكم بقى، انا بس الاول عايزه اروح عند الحوض اخد البوله دي. بصوا بقى، خليكم معايا، هتصفوا الميه وهتجيبوا ميه تانيه كده، وهتفضلوا كده ايه تشطفوا فيه شطفتين. طيب بصوا يا جماعه، انا هرجع لكم تاني، شايفين انا لما صفيت الميه وحطيت ميه تاني على نضيف، شايفين شايفين الميه نضيفه ازاي؟ الميه نضيفه، بس هي محتاج برضو ان هو ياخد شطفه تاني، ميه تاني. هصفي الميه وهرجع تاني، افضلي اعملي الحركه دي اهي. انا دلوقتي شايفه الميه زي الفل، الميه عندي شفافه حلوه قوي، خلاص. طيب هصفيه كويس، وعلى طاسه سخنه مولعه، طاسه سخنه مولعه هتنزلي بالجندوفلي اهو زي ما انتم شايفين معايا كده اهو، وهقلب الجندوفلي ما بياخدش حاجه. يا ملك، ايه ازيك يا ملك؟ بتحبي الجندوفلي؟ وحشتيني. وانت كمان يا ملك، عامله ايه؟
الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا زي الفل. انت اخبارك ايه يا ملك؟ الحمد لله كويس. ملك بتحبي الجندوفلي؟ بحب. يا شيخ تعملولي. يا تسلم ايديها. تسلم ايديها. انا هكلمك، انت بتيجي تكلميني كل يوم. يا حبيبه قلبي شكرا يا ملوكه يا قمره. ايوه انا قلت لك كلميني كل يوم فعلا. شكرا يا حبيبه قلبي. انا المكالمه يعني كانت القاعده وقلتها لماما. يا روح قلبي يا روح قلبي، انت منوراني يا ملك والله. شكرا ان انت بتكلميني والله. نعم حبيبتي، انت فرحت قوي يا حبيبه قلبي. سلمي لي على ماما بقى. الله يسلمك. انا اكلمك كل يوم، احنا بقينا اصحاب خلاص. كل يوم يا ملك. معلش يا ملك ريحه ال ريحة الفلفل الحار لما بتيجي على النار كده بيبقى الموضوع ايه بقى، كح بقى للصبح بقى، نقعد نكح للصبح. ههدي النار شوية. تمام. طب ما نتكلم على الجندوفلي شوية. الجندوفلي احنا بنشتريه بيبقى مقفول. احنا هنبعد شوية يا جماعة عشان ما اقعدش بقى طول الحلقة كح. الجندوفلي بنشتريه مقفول. الجندوفلي من الحاجات اللي بتعيش فين؟ ده مش في البحر كده لا وخلاص، لا ده بتعيش في الرمل، فطبيعي هتبقى متبهدله رمل. هتعملي ايه؟ اول ما تجيب الجندوفلي بتغسليه كويس مرتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، تمام؟ تغسليه كتير قوي تحت ميه جاريه، تغسلي وتصفي، تغسلي وتصفي. بعد كده بتروحي عامله ايه؟ حاطاه في ميه شوية كده، ادخلي المطبخ هتلاقي المية كده عليها رمل رغم ان انت غسلها كويس تصفي المية. هقولك بقى على تكاية دي اللي انا عملتها اللي هتطلع لك كل الشوائب. سبحان الله الجندوفلي علشان هو كمان بيعيش في الرمل والبحر، فلما احنا بنحط ملح مع المية، ودي يمكن معلومة اول مرة تسمعوها بس انا جت معايا كده مع التجربة على فكرة، كأنه بحر، فهو بيروح عامل ايه الملح كده بطريقة كده يعني اوتوماتيك كده، ان هو بيروح مطلع شادة كل الرمل اللي فيه، فعلى طول بينطر اي رمل موجود فيه. تمام. يعني انا حطيت ملح على الميه فكانه ايه زي البحر. فانت ممكن قوي لما تشتري الجندوفلي تشطفيه كويس، تحطيه في الميه مرتين وثلاثه وتغيري الميه، وبعد كده اخر مره هتحطي الجندوفلي في بوله الميه تحطي معاها معلقه ملح وتصفيه، وارجعي اشطفيه مره ثانيه زي ما انا ما عملت معاكم كده، هتلاقوا ان هو بقى زي الفل. حاجه مهمه قوي وانتوا بتعملوا الجندوفلي، لو لقيتوا واحده ما اتفتحتش على النار، المفروض على فكره احنا نشتريه مقفول، هو اتفتح هنا يمكن بس عشان يتغسل تحت ميه سخنه، وده اكيد اللي حصل. الجندوفلي بيتغسل تحت ميه ساقعه مش ميه سخنه، بنشتريه مقفول ما ينفعش يبقى مفتوح كده، تمام؟ طيب حصل وانت شغاله في الجندوفلي، اولا الجندوفلي هو مقفول مجرد ما يتحط على النار المولعه السخنه هو بيتفتح بيطقطق كده. طب واحده لقيتيها مقفوله شويه تتفتح، اوعي تفتحيها، ما تحاوليش معاها. ليه بقى؟ دي بتبقى ميته اولا، ثانيا هتلاقي ان هي جواها مليانه رمل اسود، لو فتحتيها في الطاسه هتغرق لك وتبهدل لك كل الطاسه بتاعتك. شويه حاجات مهمه في الجندوفلي، مش هممني خالص الطرق بتاعته ولا الخلطه ولا التتبيله ولا كل الكلام ده، يهمني ازاي نتعامل مع الجندوفلي اول ما نشتريه. طيب ترتاحوا كده مني شويه واشرب شويه ميه عشان ريحه الفلفل الحار دخلت على النافوخ كده، عملت لي كده بتاع يعني مش قادره اقول لكم. فتعالوا كده نروح لفاصل صغير وهرجع لكم تاني، استنوني يلا. رجعت لكم بعد الفاصل. بصوا الجندوفلي اهو، ممكن نبص كده عليه بصه، شويه ليمون كده، ويا سلام بقى على الوش كده. بقول لكم ايه، طب ما نعملها يعني، ويا سلام ليه، ما هو شويه ليمون كده وعلى الوش، يا سلام رشه ليمون كده. على فكره انا عايزه اقول لكم على حاجه، في الفاصل انا كنت كاتبه لكم في المقادير شويه خل وشويه ليمون، قبل ما يتشال من على النار، قبل ما نرفع الطاسه دي من على النار نحط كده على الوش شويه خل وشويه ليمون كده، وبعدين ايه بقى يتقدم. ويعني عايزه اقول لكم حلو قوي، وطبق لذيذ كده وجميل ما فيهوش اي حاجه زي ما انتم شفتوا. طيب انا عايزه اقول لكم فطيره الراعي اللي بالجمبري، انا عايزاكم تبصوا عليها. تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شايفين صوص ال
الجمبري كده اللي تحت كده بدأ ان هو يطلع كده على البطاطس، هي ما بتاخدش اي وقت، وانا بفضل ان انا اشيلها بصراحة علشان ايه، خلاص كفاية ما تاخدش وقت. جامدة جدا، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا حطها هنا كده، الله على ريحتها، ريحتها حلوة قوي كده باينة. طيب تعالوا نعمل مع بعض شوية سلطة، سلطة مكرونة باردة لذيذة قوي الوقت الحر، بتتقدم ساقعة كده بتبقى حلوة قوي. مقاديرها ايه؟ عندي مكرونة مسلوقة، كوباية من الفلفل الألوان، كوباية من الزيتون الأسود أو كوباية ونص، كوباية من الذرة المعلبة، عصير ليمونة، نص كوباية من المايونيز، معلقة كبيرة من الزبادي، معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكمون، وطبعا شوية ملح وفلفل أسود. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هعمل إيه دلوقتي؟ هجيب البولة ونعمل كده الدريسنج البسيط السهل اللي هو هنحطه على صوص المكرونة. طيب نجيب السباتشولا بتاعتنا، بسم الله. بصوا بقى، هنزل بشوية مايونيز اهو. سلطة المكرونة من السلطات الباردة اللي بتتقدم كده ساقعة عادي، بتبقى ظريفة وتبقى لذيذة قوي. معلقة كده او معلقتين من الزبادي كده، تمام يا عائشة، وشوية بابريكا يا عائشة. الو، ازيك يا عائشه؟ شويه ليمون. عامله ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا شيف علاء؟ انا زي الفل يا عائشه، الحمد لله كويسه. انت اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ايه ده، انت منين؟ حلايب وشلاتين؟ ده اول مره حد يكلمنا من حلايب وشلاتين. على فكره انا كلمتك قبل كده. بجد؟ انت منوراني. أيوه. انت منوراني. انا اسفه على فكره، قالوا لي هم عارفينك، قالوا لي لا دي كلمتك قبل كده. انت منوراني والله. انا الحمد لله زي الفل. الحمد لله يا حبيبه قلبي. قوليلي عايزه ايه؟ تسالي في ايه؟ لا شكرا والله، انا عايزه اسلم عليك بس. يا حبيبه قلبي كلك ذوق والله. شكرا يا عائشه، كلك ذوق والله. بصوا بقى دريسنج السلطه كده اهو. طيب تنفع تتعمل في العزايم طبعا، هتبقى لذيذه وبتبقى من السلطات الشيك بصراحه. انا بشوف انها سلطه شيك قوي، بس بشرط الدريسنج ده ما يتعملش ويتحط على السلطه، هتلاقي ان هو كل الموضوع دبل معاكي. هتعملي ايه؟ هتعملي كل المقادير دي كده وتخلطيها. الموضوع اصلا كمان مش هياخد معاكي وقت، يعني تعمليها كده كلها وتخلطيها مع ده الدريسنج ده. قبل ما الناس تيجي هتروحي خلطة شويه المكونات السائله دي وتحطي كل الكلام ده مع بعض. لكن اي دريسنج، الدريسنج يعني اللي هي اي صوص بيتعمل ويتحط على السلطه، اي صوص انت هتعمليه وتخلطيه مع اي سلطه انت هتعمليها، ما ينفعش ان هو يتساب في الثلاجه. ليه بقى؟ هو فيه خل، ممكن يبقى فيه ليمون، الحمضيات دي هتخلي السلطه تدبل معاكي، فما ينفعش ان هي تتساب في السلطه فتره في الثلاجه كده. قلت والله هي كده على فكره شكلها اصلا حلو يعني. طيب انا عايزه اعمل ايه بقى؟ مكرونه، هاخد كده المكرونه بتاعتي احط واحده واحده عشان برضو انا مش عايزه اضيع. يا سلام بقى، يا سلام. بصوا بقى، عندك شويه فاصوليا حمراء اللي هي المعلبه، يا نهار ابيض على الشياكه والجمال والطعم، بتبقى حلوه قوي في السلطات وبتبقى لايقه قوي مع سلطه المكرونه على فكره. عينينا كده بس، هي دي سلطه المكرونه، بسيطه جدا جدا، مش عايزه اضيع ال ال حاضر. عينينا ونعمل بقى الحلو بتاعنا بقى. انا متحمسه قوي ان انا اعمل معاكم الحلو بتاع النهارده ده، لذيذ و طبعا ننزل بقى بباقي المكرونه، لذيذ وحلو وبيدي كميه على فكره حلو قوي. بصوا كمان انا مستخدمه مكرونه شكل قواقع على اساس بقى سلطه مكرونه بحر صيف كده يعني، جندوفلي وجمبري كده اهو، شكلها حلو قوي. يلا بينا نعمل الحلو بتاعنا النهارده. ينفع معانا، عايزه اقول لكم كمان من الحاجات اللي تنفع قوي ان انتوا تاخدوها على البحر. هقول لكم هتاخدوها ازاي، رغم ان هي فيها تلج وحاجات ساقعه. بصوا بقى، شايفين الكاسه الشيك دي؟ نعتبر ان اللي انت مثلا دلوقتي في مصيف وعايزه تعملي كده حاجه ساقعه كده ليكي ولولادك، عارفين الايس بوكس؟ شو اسمه ايس بوكس يا جماعه؟
الايس بوكس ده بيحفظ الحاجات الساقعه وكده. كل اللي احنا هنعمله ده اعمليه في الايس بوكس، خديه معاكي على البحر وشويه وكوبايات بلاستيك كده، بيبقى الموضوع منعش جدا. بصوا بقى، طب نعملها على طول بقى. يا جماعه متحمسه ان انا اعمل الحلو معلش. طب طب خلاص، طب ايه رايكم نروح لفاصل صغير؟ هروح لفاصل صغير وهرجع لكم تاني ونعمل مع بعض الحلو ده اللي هي بالوان كده وشياكه وحركات، ودي جامده قوي وعايزاها قبل ما تبرد اعمل معاكم كده حاجه فيها واحنا رايحين لفاصل. بصوا 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 يا جماعه، شايفين النعومه؟ مش ممكن الشياكه، مش ممكن الشياكه اهي. بصوا يا سلام يا سلام، نعمة جدا جدا. ايه رأيكم بقى نروح لفاصل؟ ارجع لكم تاني، استنوني يلا. حركات جميلة جمال والله، حلوة قوي السلطة دي. بصوا هقول لكم على حاجة، احنا في مطبخنا المصري مش متعارف ايه سلطة مكرونة ايه، اذا ما كانتش مكرونة لونها بالصلصة الحمراء كده او مكرونة بالبشاميل ما بنقتنعش. انا عارفة على فكرة عادي، انا مامتي الناس الكبيره كده واحنا في مطابخنا المصري بنبقى كده على فكره، بس والله جرب جربوا، ما الحاجات دي يا جماعه اللي بناكلها في المطاعم بنبقى يعني معجبين بيها قوي، بتبقى طعمها حلو قوي وتغيير وبتبقى حلوه في العزايم. طيب نعمل بقى البتاع اللي انا متحمسه بيه ده. بسم الله الرحمن الرحيم، شويه فاكهه. احنا هنقول مقادير وما فيهوش مقادير والله، اي فاكهه عندك طب تعالوا نقول مقادير. يلا بينا. ترند البحر، انا سميته ترند البحر عشان هو حاجه كده لذيذه ومنعشه وتليق قوي على البحر. كوبايه من العنب الاحمر، كوبايه من العنب الاخضر، حبتين مانجا مكعبات، حبتين من الموز، كوبايه من التفاح المكعبات، لتر عصير تفاح، لتر مياه غازيه الصودا، شويه ثلج مجروش. طيب اي فاكهه عندك حطيها، وعلى فكره خلوني اقول على فكره الموضوع مش مكلف. ليه؟ لان انا قايله لك كوبايه، حطي كده شويه سمرايه برقوق، سمرايه خوخ، لو هتحطي البوكس ده فتره بلاش تستخدمي موز، استغني عن الموز خالص، او حطي له نقطتين من عصير الليمون كده وحطيه عادي خلاص في البوكس بتاعك. طيب انا هنزل بحبايه كده حبتين من الموز. طب نحط التلج الاول. وتلج هو الموضوع ساقع وبتاع، انا بجري جريد. تعالوا بينا بسم الله، شويه تلج انا ايه اهو. بسم الله. طيب بصوا بقى، ميكس فاكهه. بسم الله الرحمن الرحيم، موز، شوية عنب، شوية تفاح، ميكس ألوان بقى جميل، شياكة، روقان، مش مكلف والله عشان أنا قايلة لكم اعملوا كوباية سمراية ماشي. مش عايزة أنا ممكن على فكرة نخلطه، بس أنا عاجبني شكله كده قوي. بصوا بقى الحركة بقى، بصوا لي على الحركة. لتر صودا، أي صودا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو احنا بس عشان ايه، الله اهو، لا ما بص ده تحفه. الله يا جماعه ريحته، ده ريحته حلوه قوي، ده ريحته جميله جدا والله. لا انا النهارده انا مبسوطه قوي النهارده بصراحه، مع ان انا اقول لكم بقى على حاجه، انا بقول لكم على حاجات كتير قوي النهارده، ان انا بصوا شايفين انتوا البتاع اتحرك كده وينزل لتحت وحركات وبتاع. على فكره انا مش من الناس الاكيله السي فود قوي على فكره، بس انا الاكلات دي احبها عادي.
طيب نجيب معلقة. بصوا ريحته تجنن. ده بقى كده كوبايه. يا سلام على الشياكه والحلاوه، حلوه قوي، جميل جدا، جميل قوي يا جماعه. حلو السؤال ده، ما انا لسه هقول. هم لا بيقولوا لي طيب، طبعا انتوا عارفين انا بقى. بصوا انا خايفه من الحركه دي، عشان انا مره شفت فيديو كده على الفيسبوك واحده، والله بس يعني عشان اضحكت فلاحسن ربنا يعمل فيا كده، عيني بتخبط على الكسد اتكسرت. المهم بيقولوا لي يتقدم ازاي. اما بيتعمل في بوكس كده ويتاخد على البحر، بيبقى معانا كوبايات كرتون، بنجيب المعالق اللي هي المغارف، المغارف، وبناخد شويه ونحط، او بكوبايه ببوس كده بناخد شويه، وفي كوبايات الكرتون كده بيبقى الموضوع لذاذه وشياكه. طيب خلوني كمان بقى نزين. احنا على فكره خلصنا الحلقه النهارده. الله خساره، مش عايزه اسيبهم، لا انا خليني شويه. بص جمبريايه اهي، شويه فلفل الوان، وشويه الشبت ده. حاضر اهي. بصوا بقى كمان شويه جمبري برضو كده على سلطه المكرونه. هنا مش باين والله. طب اقول لكم على حاجه، عشان هو مش هيبان على المكرونه قوي، احنا ممكن نحطه على الجندوفل برضو اهو، ونجيب شويه شبت. شويه شبت، شبت على المكرونه جميله، شويه شبت على الجندوفلي، واحط كده ايه شويه برضو شبت كده على انا وطيت الجمبري. انا ضيعت كل حاجه انا عملتها اهو. اصل الشبت ده لا مش هنحط على الكاس، مش للدرجه. النهارده كانت حلقتنا جميله جدا جدا، يا رب تكونوا اتبسطتوا النهارده. بحاول والله ان انا انوع لكم كده، بيبقى كل حلقه كده واخده مود. النهارده كانت مود البحر، لذيذه قوي قوي، انا اتبسطت جدا الحمد لله بالحلقه النهارده. عملنا فطيره الراعي بالجمبري، من اشيك والذ الاكلات، وعايزه اقول لكم ان يمكن اول مره يمكن تشوفوها، لان هي فطيره الراعي دايما بتبقى باللحمه المفرومه، بس انا عملتها بقى كطبق جديد، صنف جديد خالص، جربوه وهميه. وكمان سلطه المكرونه بدريسنج وهمي، طبق جندفلي يجنن بالخلطه، ترند البحر. ترند البحر، وتقدمناه كده مع شويه بطيخ. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، والله على منظر الاكل يجنن. يا رب الحلقه تكون عجبتكم النهارده. لو ما شفتوش الحلقه من اولها ارجوكم لازم تشوفوا الاعاده ان شاء الله الساعه 8 وربع بالليل و3 ونص الفجر. وبكره حلقتنا لذيذه برده جدا، نفس لذاذه الحلقه النهارده، بس واخده بقى كده ايه خط تاني شويه. هتوحشوني، باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.